إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الأحبة في الله موضوعني أما موضوعي كساب سنة برشادة قفك إنو برتوه وحي إلهي سبحانه وتعالى وعباده سنة حلقة داني أما فردقان وفردقي صدحات وحن إن شاء الله تعالى سدق الدقاء وحال ليا إنا نعضينه وحيالها قفك وسدك جبية وحيالها قفك وسدك جبية سين أقنا هاي أما أنت المامي دوننا إن شاء الله تعالى وسد وحيال ليا دهاي شروضه أي ليا دهاي وحيال ليا دهاي وحيال ليا يقان فروض الوضوء وحيال ليا دهاي سنن الوضوء قفك مركي أولا ما يسترمان سنن تاس أن صوشيقنا يفروضها يشروضها ليا دهاي قفك وحا لغا مرمانا مركي نقاده محاوي وحا قفك وسد وقبي كجبينيا وسدوا قبي قفك وحا كجبنا يمحيهن علمدوا مركة التلماميان وحي أكلا ساران لابا قيبود قيب لسكوا فقسين يهي إن أي وسد جبيان قفك هدي مد كمدة أرمهي ولكلم وسد كجبيسو يا قيب علمدوا أي يعني اسكو خلافان وقول إيرا هذا وحي كمدة هاي وحيالا وسد جبية قولنا إتراده ماءها وحا وسد جبية مركة الله فيريو يعني مذاهب الفقهاء وحيالها مركب وسادة جبية دانو كوهر مرو أول سكوا فقسين هاي قطب الكوات أما واحد أهر ريو قفك وسادة كجبية واحد ويان الخارج من سبيل قفك يعني واحد كصوبها مخرجك كاذذا يصحردو ميلاهي كصوبحان وحي كصوبحة مثلا إنا كصوبحضو كاذي إنا كصوبحضو أما مني إنا كصوبحضو أما مدي وح لو يقانو ريعان كي ماذا رجا كي ماذا مدي يودي لبضبة وح إرادة من نوح يماذا قف كننكو مركو وح علوس قاضو وكلا من نوح يماذا ننكو مركو هوين أهمده أما انتو تاتابتو أما أهمده ريعان ير أو كي ماذا رجا كي ماذا جيد جيد ما يويان مركا مركا يكسو بحان أما هوين تي ديك با كيمي ديك با كيمي اما نيف با كتيمي وحيالها كسو بحايا رقا يدور متكستا نقضيه لبدا ميلودو سحرادا يكايدو كسو بحان وحيالها سوا وحيالها جبيه وسادة جبيه ويان يعني مركا لقاها الله يكايدو ايو سحرادا ايو نسبة بعده يعني قرآن كو حليه هاي انا يهيم يعني موجبات الوضوء انا يهين الله سبحانه وتعالى حليه او جاء أحد منكم من الغائض وفكين مركو كسو بحو كي مادو يعني ماشي لغو سحرون أي أما حاج قدشي مركو غف كي مادو هل كان مركو واحد كتوسي سمع كتابك إنو عدهي قرآن الله سبحانه وتعالى إنه يتهي يعني نسك إنو يهي سحرة إيا كاديد وقفك دي كي مادان قفك إساقاهي إنه يوجد أسدو كجبسو قفك إساقاهي إنه يوجد كجبسو هل كان واحد مثلا إيمان إساه قفكو مركا او سو سحرو اما سو كاشو لغا مارمان وحا اه انو اسكا نديفيو انو اسكا نديفيو بالنبي عليه الصلاه والسلام وحو تلمامي وحيالا او بدن لو غلو عذاب لو غلو عذاب القبر يعني وحيالا او بدن عذاب القبر لو غلو وحا كينا وحا ويان كاجد قفكو ان اسكا سفا اسكا ترين النبي عليه الصلاه والسلام وحو سو مري لبا قبر بو سو مري ولا عذابيو مركو النبي وحو تلمامي لبدا قبر وحا لو عذابي ميد كميدهي كاجد ما اهين نسف عن سقى لما يو سقى دقمهن مركا كاذي يسحردي
labaduba waxay waajibinayaan macnaa waxa weeye waxyala wasal jabiye weeye laakiin nadiifintoodana mowduuc kale weeye oo kitaab najaasada looga hadlo weeyaan sidoo kale waxa loo yaqaan manida shahwada ama madiga dheecaankii aan tilmaamay kuwaasuna waxa weeyaan wasada waajibinayaan marka loo fiiriyo axaadiis saxiixa weeyaan manida ama shahwada ka timaado qofiga ama madiga dheecaanka yaroo qofka ninka ka yimaada wasadii waxa weeye waajibinayaan marnaba baan ku celinaya madi iyo wadi iyo mani bay kala yihiin maniga waynoo sheegnay shahwada weeye weyn oo soo boodaysa oo qofka ladada u keenaysa ninka u keenaysa wadi iyo madina waxa weeyaan waa dheecaan yar culimmadu waxay yidhahdaan mid ka mid wuxuu yimaadaa qofku ninku masala markuu culays qaado oo kale midna wuxuu yimaadaa markuu haweentiisa u himado ama taataabto dheecaan yaroo ka yimaada weeye wasada waajibiyaan qofku haddii marka u wase qabay dheecaankaas iska ka yimaado qofka isaga wasadii waa ka jabaysa weeyaan sidoo kale waxyaalaha ka soo baxa labada meelood siba xagga hore waxaa ka mid ah dhiigga loo yaqaano xaydka loo yaqaano dhiigga xaydka loo yaqaano isaga de waxa weeyaan iska badaa yacni inuu wase jabiyo wuxuu keenayaa qubays buu keenayaa marka waxaa jira dhiig kale oo ka soo baxa haweenta farjigada ka yimaada oo aan qubays waajibinaynin kaasu waxaa la yidhaahdaa damiga loo yaqaano istixaadada haweenta dhiig furanka qaba damul fasaad baa la yidhahdaa damu xayd maaha nebiga calayhi salaatu wasalaam gabar la oran jiray faatima binti abi xubays ayuu nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku yidhi gabadha iyadaa dhiig badan baa ka socon jiray dhiig badan baa ka socon jiray marka nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi fatawadaii wasalli intaad wese qaadato tuko marka dhiiggaasna wuxuu ku tusayaa ka soo baxay micnaha cafwan dhiiggaa ka soo baxay wuxuu ku tusayaa inuu gabadha wasada ka jabinayso fa innamaa huwa damu cirqin nebigu wuxuu tilmaamay dhiig furanka gabadha qabta dhiiggaas ka soconayaa inuu yahay dhiig xidid inuu yahay marka gabadhii marka dhiiggaas socdo salaad walba uu wase qaadanaysaa way wase qaadanaysaa halkii aan ku celiyo gabadha waxaa jira dhiig loo yaqaano yacni gabadha istixaadada loo yaqaano dhiig furan bayna u naqaanaa waa dhiig iska soconaya gabadha aan istaagayn weeyaan dhiigga xaydka wuxuu kaga duwan yahay dhiigga xaydka midab la yaqaano way leeyihiin haweenku way yaqaaniin yacni ur gaarana waa leeyahay uu kaga duwan yahay dhiigga caadiga ah dhiigga dhiiggaasuna wuxuu leeyahay maalmo go-an buu leeyahay maalmo go-an buu leeyahay culimmadu waxay tilmaamaan inta u yaro gabadhu xayd heli karto iyo inta ugu badan oo maalmood ugu badano ay gabadhu xayd heli karto marka dhiigga xaydka waa la yaqaanaa amaa dhiiggan gabadha istixaadada ku dhaca oo dhiigga iska shuma ah damul fasaadka loo yaqaano gabadhu ma qubays ma waajibinayo meeshii bay iska xiraysaa waa wese qaadanaysaa sidaasay ku tukanaysaa gabadhu meeshii bay iska xiraysaa waa wese qaadanaysaa meeshii bay ku tukanaysaa gabdha saxaabadii ka mid ahba ilaahay ku intixaamay yaa xanuunka noocaas oo kale ahoo yacni aada u burqan jiray aada u burqan jiray dhiigga isagah marka wuxuu ka mid ah waxyaalaha gabadha inay wese qaata la doonayo waxyaalaha ka soo baxaa meesha aan tilmaamay oo meelaha kaadida iyo meelaha saxarada baan ka hadlayay waxaa ka mid a saxarada kuwa ka soo baxa waxaa loo yaqaan neefta loo yaqaano neeftu hadday soo baxdana axaadiista marka la fiiriyo ijmaaca kulli waxay qabaan waxaa garanaysaa waxa weeyaan micnaha inay qofkii wasadii ay ka jabayso wuxuu leeyay nebiga calayhi salaatu wasalaam laa yaqbalu allahu salaata axadikum idaa xadaa xataa yatawada ilaahay subxaanahu watacaala ma aqbalayo qofkiin salaadiisa idaa xadaa xadaa hadduu ka yimaado yacni haddii uu neefsado qofka isagaahi xataa yatawadaa ilaa qofku uu ka wasaqaato ilaa qofku ka wasaqaato marka laakiin waxaa la doonayaa inuu qofku yaqiinsaday uu hubo in waxa uu ka yimi neef ay tahay waxaa jira culimmadu waxay yidhaahdaan shaydaan baa marka qaarki qofka dabadiisa juqajuqaya markaasu qofku wuxuu ka shakiyaa tolow ma neef ma kaa timi mise kaama imaanin qofka isagaahi hataa haddii salaad uu ku jiro salaad hadduu ku jiro qofku oo is yidhaa allaleh ma waxbaa miyaad yacni neef kaa timi mise kaama imaan uu shakiyo qofka salaad ka bixi maayo ilaa u yaqiinsado nebiga calayhi salatu wasalam wuxuu leeyahay falaa yansarif xata yasmaca sawtan aw yajida riixan qofkaasi yaanu salaada ka bixin ilaa uu maqlo cod uu maqlo mooye aw yajid riixan ama uu yacni neeftii urkeedii uu dareemo yaani salaad buu ku jiraa qofkii
يعني وحي يصير تلو من نف باكاتي من سكامة إيمان صلاة كبيح ما يقف إلا لامت إنه صوت كذا عود كذا مقلي نف عود قيب مد عبلا جدا أما عود كمان مقلنا وأصور تمرك مركا هو كبحية مركا قلب كانوا أهو الرئي وحي نري وحكا استقوا كسوا بحه يعني ماشى كذا صومرته يا ماشى سعر صومرته وحكا استقوا كسوا بحه قفكا وسدا ويكجبين أيام كادي هالنقطه مندي هالنقطه مدي هالنقطه ديق حيط هالنقطه نافته هالنقطه سحرده هالنقطه لبدا مرض وخه كسوبخه قفكه وها ويان وسد وا كجبينايان كل لباد او وسد جبي وها ويال زوال العقل قفكه عقليسي او زولي قفكه عقليسي با زولي كوم قفكه غلي سو وسقب قفكه كوم غلي qofka isaga hay markuu soo kaco aduu weesa qabay mesela duhurkii ka dhimantahay 10 daqiiqo ka dhimantahay uu qofki dhacay wa mir daboolmay uu dhacay ama koomo gal isla markuu soo baraaruga marka salaadu ay ka dhimantahay 2 daqiiqo ayuu soo baraarugay soo weesa qadalay wasaqat ba ku waajibaya marka mir daboolka qofku mir daboolmo waxa waajibinaysa maxay qofka isaga hay in weesada ay ka jabto waxa lamida mesela qofka hadii soo weesa qaba goos ba laga bixinayo oo kale irbad ba lagu duray qofka soo xineysa waa suuxay qofka miirki ba daboolmay maaha kabuubiyada maaha miirki ba daboolmay tan suuxida qofka isaga hay haduu isla markii soo kaco waxa qofkaasi ku waajibaya maxay inuu wasaqato marka daawooyin badan baa jira la isticmaalo ama waxyaala xanuun ahayn qofka marka la baarayo daawooyin la siiyo baa jira qofku isla markii ba suuxayo markii يعني عمليه لو هي سو براروغو كبعدي قفكه اسغا هي waxaa laga rabaa qofka hadu wasaqabay inuu wasaqato waxa kamida waxyaa loo yaqaan colonoscopyga mesela qofka colonoscopyga marka la fiirinaayo colonoscopyga waxa weeyaan mesela waxa yiraahdaan dhakhaatiirtu qofku maru afarta hadu dhaafo malawadka inagu naqaana malawadka waxa khasab ah 10 sano mar in la jeegareeyo oo kansar iyo xanuun caas laga jeegareeyo marka colonoscopy baa la yiraahdaa waxa sameeyaa marka asbuuc ka hor ama maalin ka horba waxa siiyaan waxyaala biya qofka cabaayo ka bacdi qofka caloosha wixii ku jira dhama soo dhaafaya malawadku wuxuu noqonayaa xaali buu noqonayaa hadhow marka waxa qofka gelinayaan waxa la galiya camera la galiya camera la gelinayaa malawadka lagu soo baaray la soo fiirinayaa marka intaan la gelin malawadka la gelin camera la gelin qofka waxa la siiyaa irbad qofku soo xaayo dhowr daqiiqo qaadata dhowr ka daqiiqo qofku soo xusanaanaya marka waxyaal noocaas oo kala suuxida qofka la suuxiyo oo kale hadhow marka qofka soo baraarugo haduu wasaqabay suuxitaan koor qofku waxa weeyaan wasadii waa ka jabtay waxa lamida mir daboolka hurdada lamida hurdada qariiqa ah qofku intuu seexdo dhaco waxay keenaysaa qofkeesi waxa weeyaan inuu wasaqato keenaysa ama hurdada yaro loo yaqaan lulmada loo yaqaan oo qofku uu fadhiyo saa intuu fadhiyo lulmoodo saa lulmoodo wasadii ma jabinayso nabiga kaleey saatu wasalaam ايا صحابه النبي عليه الصلاه والسلام غور عشاء ابو كسو داهي عشاء يدو ابو كسو داهي مركو عشاء سو داهي صحابي حديث كورناي waxaa u leeyahay waxaa nagu jiray dad badan oo markay hurdo awgeed yaani saamadax ka siinay marka waxa culimadu yiraahdaan hadii qofku yaani fadhiga uu sa u fadhiyo dabada dhulka ku hayo qofku lumada noocaas oo kala ahi wasada ma jabinayso ama qofku haduu seexdo oo dhinac u seexdo hurdo dheerna uu galo qofka isaga ah wasadii waajibinaysa qodobka saddexaad oo wasada jabinaya waxa weeyaan waxa loo yaqaano hilibka geela waa ku celinaya wasada waxa jabiya hilibka geela ba jabiya waxaan sa u leeyahay inagu Soomaali ahaan madhabka Shaafici marka fiqigaas akhrinaysid waxa uu ku tusayaa ama ku leeyihiin inaanu jabinayn laakiin ahadiis ba ku ansaxday mesela madahibu thalatha Abu Hanifa Shaafici مالكي وحي قبا انه وسد جبنين امام احمد اما ذهب حنابله لو يقانو و هو قبا انه وسد جبنها هيلبا جيلا وانا سدا صحده ما كلا فيريو احاديث النبي عليه الصلاه والسلام امام احمد وحي ليهي فيه حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو حديث با كسغن النبي عليه الصلاه والسلام ان هيلبا جيلا وسد جبنايو لو حديث با كسغن مركه دي حديث سغن يحي وحو مذهب تعصب بينه inagu waxaan raacaynaa waxa weeye sunnada nabiga kaleey saatu wasalam marka hilibka geelu wasada wajibiya hilibka geelu qofadu cuno wasada waa ka jabaysa waxa la rabaa inaa wasaqaadato inaa wasaqaato laga marmo way ama caanaha geela wasada ma jibinaya
أنا جيل وسادة جبنا يان ما دام الجري هلب جيل أي وسادة جبنا حبل لوجي قياس قادم ماي صوبته آه نسق سعره المجرو هلبها كلا سد أرجع وكلا وحي الله مده وحبل لجوا سقادم ماي هلب كجيل عنتان كيس أيه لجوا سقادم ماي أما هلب كاس وصل على هالنقطة أما هلب كاس هالنقطة مس وقارة هالنقطة هلب جيل وكوا سقادم نسا وها كم إذا وحيالها وسادة جبية قفكو إنه تابته ذكر كيس قفكو يوم حي إنه ذكر كيس تابته أحكو أركيس مذاهبك مثلا مذهبك إنه شافعي ذو قلة قفكو هادو يعني ذكر كيس حبنتي زترنك وقطابته حق الضمي كعنتها دبر كيدي وسادة كجب المايو كجب المايو لك هادو قطابته على عشي قفكو هادو قطابته وسادة وكجب المايو من ذكره قفكو وحوي هادو كسو آدو ذكر كيسي وسد وكجبيس أما سقو حقنا يحلم إذا دكوا تابتنا كجبيسو وح كم إذا وحيلا وسد جبيه هوين إناش تابته هبي هوين إنا تابته تاب شد هوين تو رتابنا يا وحيلا علوم دو إسكو فقس يعني إسكو خلاف سيهن لكن سد راجح وحويان تاب شو هوين أتك تابته أما أي كود عضي وسد كجبيسو كهل لما ينه خطيره ده إلّا إذا هي دم بقى إلّا إذا هي هوينتا تابش هذا أما هوينتا تابش هذا إنك تابنايسو تأكل منه لكن واحد كهل لنا بالنسبة للوضوء ما كان وجد الله وسد الله فيريو وسد ما جبت نسمة جبين واحد راجحة تابش هذا النوع عسي هوينتا تابطي إنه وسد كاجبين وعارك سه نين هوينتا سشها أودي بيسو سأ أودي بيسو إذن سأ أوقع هذا نايو مر محاد عويس عن قبى سأ هذا أوقع عطوي كتابة وحوي وسد كاجبينيسو وعائشة رضي الله تعالى عنها بات المانتي حديث دوره نبي عليه الصلاه والسلام سو وسقبه حتى اولن كدي نبي با دون كدي سو وسقبه كبعد الصلاه دي سي اادي وحا جلس وهبنت كان النبي عليه الصلاه والسلام ان ايتي ها هابطي اي يعني اغه مش عد اي غانت كتابتي نبي وسدي ما تقانا واي جدي سم اورن سداسو ما تقان نبي عليه الصلاه والسلام كسوتي ما كتابشد نو عسيه قفكه وسدك جين ميسو وحا كميدا يعني علمدو اي يراهدان وحيا وسد جبيه قفكه مركو دقه ان ميد دقه وحيال علمادو قيب كميدا يرهدان وكوس قادنا سقولنا يرهدان كوس قادن مسيد وحا كميدا قفكو اسقو وسقو دينتي كبحي ان وسدي سي كوورن قفكا اسغاهي علمادو قيب كميدا وحا كميدا ان يرهدان قفكا سو وسد وا كجبت وس اهان مركو اسلام مركي سو لابتي وين وسقاته وي قولنا وخي له مايا كجاب مسيد كاستما نوقته وا هو وي مسائشاني ومسائل اجتهاد بهن ويا waxa laga marmaan oo ku soo gabagabeynaya walaalayaal ee sayn ognahay in qofku marko arimahaas wasada uu qabo in ka jabada wasada ka jabaysa waxa la rabaa inuu yaqiinsaday inuu waxyaalaha wasada jabinaayo mid kamid ay ka timi ama ku dhacay nabiga kaleey saatu wasalam hadiis buu waxa uu ku leeyahay in idha wajada ahadukum fi batnihi shay'an oo fursa hadiis kan idha wajada ahadukum في بطنه شيئا هذا يقف إذك يعني كم ذي عروشي سوح كهله معناه وح لقى وضع وح تريمه فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا مركاسات دشي سوح السجد حيا عيوك الجرواي وروح مك صوبحين مسك ما صوبحين وح مك صوبحين مسك ما صوبحين أي قف كما تقعنا كمر مي نفهانتيس فلا يخرج من المسجد مساجد خيانه كبحين حتى يسمع صوتا او يجد ريحا الى اكمقله اما ان اورتي نافته او مارت اوريو وانا سو شيغ حديثك اسغاهي marka walaalayaal arimahan soo sheegna waxay kamid yihiin ama antilmaanay waxyaali qofka ka jibinaayo wasada waxaan laga marmaana qofku waxyaalaha oo ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu dhawaanayo oo cibaadada ah inuu barto waa laga marmaan insha Allah ta'ala fadhigan ka xiga waxaan ka hadli doonaa mowduucyada ku xiga mesela واجبات وضوء سيد لو سقادنا يي أما يعني شروطه هذه يحل مده كبعنا صلاة دي من قري دونا هذا أنت عن سأكل بدون حلقة ضمن حكته وحنا كجت جاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.